من الإذاعة القريبة منكم. غادي نمشيو مباشرة لفقرة إعادة إدراج الوصفات اللي كتلقى استحسانكم وحسب طلباتكم دائما خلال هذا الأسبوع. وأكيد رفقة ليلى أم ياسين واللي كنشكروها دائما وأبدا على المجهود اللي كتقوم به باش تنسقوا مع بعض وباش تكون فرصة لكل السيدات على أنهم يسجلوا كل ما فاتهم خلال الأسبوع الفايت. صباح الخير ليلى. صباح الخير سناء. لاباس عليك صبحتي؟ الحمد لله كده نتفهم على بعض. الله يبارك فيك. تحية ليك والطاقة مجموعة المستمعات والأخت سامحة على الظرفة ديالها. بارك الله فيك، هذا واجب وحنا راه الإشارة ديالكم. ايوا تحية للأم ديالي، كنتمنى لها الشفاء والمزيد، الله يزيد فرحتها، والأخت ديالي هدى والكتكوتة آلاء وعائلة مستعد كاملة. وكنشكر بزاف بزاف سهام أو عبد المغيث على الشهوات ديالها كلهم تنجربهم، وتبارك الله وصنع نبيع لها كل شيء تطلع مزيان. ايه تحياتنا للسهام اللي عطاتني وغزال تبارك الله. ايه واخا، اكيد ان شاء الله نتواصلوا معها الاسابيع المقبله ان شاء الله، لانه حتى القرص اللي كانت قدمت لنا هذه مده حتى هو لقى السي حسن ديال المستمعات وربما نعاودوا ان شاء الله. واخا نبداو على بركه الله. ايه نبداو بالوصفات التجميليه. ايه ندوزوا لصباغه الشعر اللون الاسود. عندنا 3 المعالق ديال قشور القرقاع، 3 المعالق ديال السالمية، 3 المعالق ديال الريحان مطحون كل شيء مطحون، و 3 المعالق ديال خل التفاح، و 3 المعالق ديال الزيت البلدية. سنأخذ قبطة ديال السالمية وكاس ديال الريحان، سنطيبهم في 3 الكيسان ديال الماء، تبقى يطيب يطيب حتى يقلال، من بعد تنخلطوا به كاع داكشي اللي عطيت في الأول. وفي الآخر تضيف 3 المعالق ديال خل التفاح وتتخلط مزيان وتديرهم على الشعر ديالهم 4 ساعات وتتغطى بطابي الألمنيوم. اللون الأكاجو، صباغة الشعر باللون الأكاجو. عندنا 2 معالق ديال قشور الرمان، معلقة ديال الكركادي، 3 المعالق ديال الحنة، اللي عنده الشيف في الشعر ديالو يزول الحنة. اللي فيه الشيف في الشعر ما يديرش الحنة. ما يديرش الحنة. واخا. وتناخذوا واحد الباربة كبيرة تنقطعوها وتنضيفوا لها معلقه ديال الكركادي وتنطيبوها في 2 كيسان ديال الماء، تبقى تطيب مزيان فتطلق ويقلل داك الماء، تبقى النعير جاد اللي غادي نجمعوا به. وتتصفى وتنجمعوا به داك الخليط. من بعد تنضيفوا 3 المعالق ديال خل التفاح وصفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال الزيت البلديه. غادي نعاود صباغه اللون اكاجو. عندنا 2 معالق ديال قشور الرمان، معلقه ديال الكركادي، 3 المعالق ديال الحنة، هذا اللي ما عندوش الشيب. وتناخذوا واحد وعندنا واحد راس معلقه ديال عكر الفاسي. تناخذوا واحد الباربه كبيره تنقسموها، تنزيدوا نضيفوا لها واحد المعلقه ديال الكركادي ونضيفوا لها 2 كيسان ديال الماء، وتبقى تطيب تطبخ مزيان حتى يقلال، يبقى النعير جد اللي غنجمعوا به. من بعد تتصفى تنجمعوا بهذا الخليط كامل، تنضيفوا 3 المعالق ديال خل التفاح وصفار بيضه بلديه 2 معالق ديال الزيت البلديه، وتتوضع على الشعر 4 ساعات هي بحال الطريقه الاولى. دابا ندوزو لصباغه الشعر باللون البني. واخا تناخذوا الكركادي وقشور الرمان والدباغ، الحنه، السواك مطحون، هادشي كلشي مطحون، وقشور ديال القرقاع. تناخذوا الكركادي ما مطحونش والسواك، غير واحد الغول ديال السواك، وتنطيبوهم 2 كيسان ديال الماء، تبقاو يطيبوا مزيان حتى يطلقوا ويقلال، يبقى النعير الجهد اللي غادي نجمعوا به هذا الخليط اللي قلت في الاول. وتنصفيو وتنجمعوا به وتنديروا على الشعر، حتى هو انا من الاحسن نديروا من الصباح في العشيه عادي يغسلوا. يبقى مده طويله. زوزو دابا اختي كنطلبوا الشريحه ديال الاخت حوريه، ومشكوره اللي نتمنى كذلك لانه مستمعات يكونوا سجلوا معنا هذه الالوان ديال الصباغات، لانه كان طلبات كثير عليها وخاصه في الاس ام اس ولا في الفيسبوك ديال مولاتي، فنتمنى تكونوا سجلتوا معنا هذه المكونات كيف ما هما وثلاثه ديال اللوينات. نمشيو تفضلي. عندنا في المربى ديال الشريحه، عندنا فيها 4 ديال الشريحه، واحد الكركوبه ديال الثومه، تنصوروهم في الكسكاس، من بعد تنطحنوهم وتنضيفوا لهم في الخلاط 2 معالق ديال القرقاع وجوج معالق ديال الزنجلان ومعلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الحلبه، كلشي مطحون. تنزولوهم من داك الخلاط وتنضيفوا ليه العسل وزيت البلديه،
كنبقاو نضيفوا داك الزيت البلديه حتى نحصلوا على المربى ديال الشريحه. هذا تيفتح الشهيه وميم طون للفقر الدم. ايه مفيد بزاف وصحي. ايه دابا ندوزو ازاله البطن. عندنا ناخذ واحد الحفنه مقشور ديال البصله، داك القشور الفوقاني اللي تيكون تيتخلشوا، نديرو في كاسرونه تنضيفوا ليهم ثلاثه الكيسان ديال الماء، نخليهم يغلاو اربع دقائق. من بعد تتصفى، تاخذ كاس قبل الفطور وكاس قبل الغداء وكاس قبل العشاء وتبقى تداوم عليها. الوصفه الثانيه عندنا معلقه ديال دائما في ازاله البطن، عندنا معلقه ديال الكمون وحامضه مقطع على اربعه، تنديروها في واحد الكاس وتنضيفوا ليها كاس ديال الماء طيب. ومن بعد تخليها تبات حتى الصباح وتتصفى وتتشرب. غادي نعاود معلقه ديال الكمون حامضه مقطع على اربعه، تنديروا معلقه ديال الكمون، ثلاث معلقه ديال الكمون وتنديروها في الكاس وتنخويو عليها كاس ديال الماء طيب، فتبقى حتى الصباح وتتصفى وتتشرب. ندوزو دابا لإزالة الصيبان والقمل. أي اللي كنطلب المستمعات. أي عندنا تناخدو الشحمة ديال الكلاوي، تندوبوها وتندوزو ناخدو معلقة ديال الزريعة المعدنوس تتكون مطحونة، تنخلطوها مع داك الشحمة حتى يولي لنا بحال الكريمة، وتنبقاو ندهنو الشعر غير بماش بماش، تنبداو نجبدو غير بشوية بشوية من الفروة ديال الشعر حتى للخر ديال الشعر. ومن بعد تنخليوها تبقى مثلا واحد جوج ساعات، عاد من بعد تناخذوا المشطه دقيقه وتنديروا شي زيف وتنبقاو نمشطوا. وفين ما فين ما هذه دائما يبقاو اي باش يتجنبوا نيت هذا القمل وهذا دابا مع المدرسه وداكشي يكون كثير، تبقى دائما يشلوا بالتشويه الاخرى ديال الشعر بالماء ديال حبه حلاوه. ندوزو دابا للشربه. الا سمحتي الله يخليك عفاك ليلى، نعاودوا هذه الوصفه لحد من المشكل ديال القمل والسيبان، لانه كان طلبات كثير عليها ونتمنى المستمعات يعني انه كنلقى بزاف ديال الاس ام اس، فماذا بنا ان نجاوبهم. واخا الا سمحتي. عندنا الشحمه ديال الكلاوي تندوبوها وتناخذوا معلقه ديال زريعه المعدنوس تكون مطحونه مزيان، وتنضيفوها لهذا الشحم الكلاوي اللي دابس وتنخلطوا مزيان حتى تولي لنا بحال الكريمه. تندهنوا بها الشعر مزيان وتنخليوها جوج ساعات. من زوينه غزاله تاخذي ثلاثه البطاطات ومع خمسه ديال الشريحات تقريبا مقطعين، تتسلقوا مزيان ومن بعد تتمعكوا مع الزيت البلديه. بطاطا وشريحه والزيت البلديه. هي تدير واحد القريصه ديال الملح وتتمعكوا مزيان مع داك الزيت البلديه وتتنسمي بالكمون. واخا. فيها بزاف هذا الفيتامين سي وفيتامين اي. طالعين فيها بزاف. ايه واخا. ندوزو دابا اختي سيده عندها الحبوب في الجبهه. عندنا معلقه ديال العدس مطحونه، تتاكد اخت حوريه بان هاد الحبوب في الجبهه ولا في هاد الجناب اللي تيكون واحد الودنين راه تيكون من الدهون اللي في الشعر. ايه كنا تكلمنا عليه نهار الخميس فعلا. ايه ضروري يشلو بالماء ديال الزعتر الماء ديال الخرطال. واخا. بالنسبه للقناع فيه معلقه ديال العدس مطحون، معلقه ديال الحامض تتخلط بالماء ديال الخس، هذا كان قناع يومي. ندوزو السيدة عندها الألم ديال المعدة والمصران. قبل تشوف بعد الطبيب وتتبع الدواء ديال الطبيب، عاد ممكن تعاون بهاد الشربة. فيها رابعة ديال الزازر، رابعة ديال القرعة حمراء، جوج معالق ديال الخروب مطحون، وتفاحة وحدة. تيطيب، من الطيب ضيف ليه معلقة ديال زريعة الكتان مطحونة. تبقى تخليها هذا هو تصبر واحد ثلاث ايام وتناول غير هاد الشربه مع الخبز ديال الدار. ايه ديرها في الفطور والغداء والعشاء. مده ثلاث ايام. دابا ندوزو للشهيوات. ايه تفضلي باش غادي نبداو. الشهيوات غندوزو عند الاخت لطيفه. ايه الكيكه الاولى عندنا فيها اربعه ديال البيضات، كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص السنيده، جوج معالق ديال الكاكاو، ثلاثة الخمارات، كاس ديال الماء، واللوز مهرمش القياس قالت اللي بغيتي، وجوج كيسان ونص ديال الدقيق. عندنا واحد الكاس ديال القهوة غادي نسقيو به ملي تخرج كيكة، والتزيين عندنا الشوكولات والياغورت. غادي نعاود الكيكة فيها أربعة ديال البيضات، كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص السنيدة، جوج معالق كاكاو،
ثلاثة الخمارات، كاس ديال الماء، واللوز مهرنش القياس اللي بغيتي، وجوج كيسان ونص ديال الدقيق. عندنا كاس ديال القهوة ملي غطيبو تخرج نسقيوها بها، والتزيين عندنا الشوكولاط وياغورت. الطريقة تنخدمو البيض وسنيدة مزيان في الخلاط، تنضيفو الكاكاو ونضيفو المقادير كاملة، ومن بعد تنضيفو الدقيق مغربل مع داك ثلاثة الخمارات، وعاد اللوز مهرمش. هذاك اللوز مهرمش يتمرمد شوية في الدقيق باش يجي باين في الكيكة. ملي تتخرج تتسقب داك الكاس ديال القهوة، وتناخدو داك ياغورت تندهنو به الوجه ديالها، وتنعملو وتندوبو الشوكولاط مع الزبدة ولا الزيت، وتنعملو خطوط طوال، تنخويو فوق من هذا وناخدو الموز ونبداو نجرو عندنا وندخلوها تبرد بالصحة والراحة. يعطيك الصحة. الكيكة الثانية، الكيكة دائما مقترح لطيفة لك، وجولة تحية كبيرة وتبارك الله، حتى الحرشة اللي عطات يعني تاهي زوينة. عندنا فيها جوج البيضات وكاس زيت، كاس سنيدة، كاس ديال الحليب، وجوج خمارات، وجوج صاشي ديال الفاني، وجوج كيسان ونص فولس. تنخدمو البيض والسنيدة كما العادة، تنضيفو الزيت والفاني وداك الدقيق والكاس ديال الحليب يكون شوية سخون، تنضيفو بعد الدقيق مغربل مع مع الخميرة وداك الدقيق، وحنا هي انت تطربي وانت تضيفي داك الحليب دافي. عاد تضيفي داك الدقيق مع معلقة ديال النشا والخمارة، وتتقسميها على جوج. انت تاخدي داك المول مدهون، تبداي تخوي تتهزي، هي قالت لك ديري جوج ديال المغارف، وحده فيها اللون الاسود وحده فيها البيضه، تكون باقا بيضه، تبداي تخوي، تبداي تخوي انت خويتي شويه من البيضه، وتتبعيها حداها الكحله وانت غير حتى تتكملي غير في الوسط ديال المول. المول بطبيعه الحال غيكون مدهون، وتدي تجري، تتاخدي الموس وتدي تجري باش يعطي واحد الخطوط. ومن بعد تدخل الطيب، ومن يدخل بالصحة والراحة. يعطيك الصحة. هادو بالنسبة لي هي تجي قالت لك بحال ديال الميلفاي. إيه فعلا. الحرشة عندنا فيها كيلو ديال السميدة، هذه حرشة ديال السميدة. عندنا فيها كيلو ديال السميدة رقيقة، وكاس ديال الزيت، وجوج كيسان ديال السنيدة، ونص إطرو ديال الحليب، وثلاثة الخمارات، وكاس ديال الزبدة مذوبة، طريسة ديال الملح، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الدار، وشوية ديال النافع، وواحد السميدة غليظة باش غادي نقرصو. طريقة تنبسبسو السميدة بالزيت والزبدة، تنضيفو السنيدة والملح والخميرة الدار، وتنحكو داك النافع باليد، وتتجمع كلها في داك الحليب، تتبقى شوية خفيفة راهي دغيا تتشرب. تناخدو الطريقة، تناخدو زلافة تنديرو فيها داك السميدة الغليظة، وتناخدو كويرة من داك العجين ديال الحرشة، وتلحو في داك الزلافة، وتنبدا ندورو غير الزلافة، تدوري الزلافة وهي تتمرمد في داك السميدة، وتنقلبوها مباشرة تكون لاطة مدهونة ومرشوشة بالسميد، تنقلبوها في داك الزلافة ديالها واخا حتى تتكملي، وتطيب طيب شكل ديال البهلة، تطيب من الفوق تتشقق عاد تهبط لتحت. نفس الطريقة للحرشة ديال السميدة ديال الذرة. الذرة غير هي فيها جوج كيسان ديال الذرة مطحونة، وجوج كيسان ديال السميدة رقيقة، وجوج كيسان ديال الفورص، وكاس ديال الزيت، وبيضة، وشوية ديال النافع والملح. والجنجلان والخميرة ديال الدار، وجوج خمارات، وتتجمع بنفس الطريقة بنفس إطر ديال الحليب، بنفس الطريقة ديال الأولى، وتدار فيها كبيرة بزلافة نفس الطريقة ديال الأولى. ندوزو دابا اختي عند الاخت نجاة، الملوزه ديال التمر. عندنا فيها رابعه ديال اللوز بقشور ومطحون، رابعه ديال القرقع مطحون، 125 غرام ديال التمر معجن، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، شويه المسكه حره، ثلاثه البيضات، رابعه ديال السنيده، 125 غرام ديال الكاكاو، وخماره وحده. غادي نعاود، رابعة ديال اللوز بقشور ومطحون، رابعة ديال القرقع مطحون، 125 غرام ديال التمر معجن، معلقة كبيرة ديال الزبدة مذوبة، شوية ديال المسكة حرة، ثلاثة البيضات، رابعة ديال السنيدة، 125 غرام ديال الكاكاو، خمارة وحدة. طريقة تنخدمو البيض
مع سنيده بالخلاط مزيان. من بعد تنضيفوا كل شيء المقادير وتتبقى في الثلاجه جوج ساعات. من بعد تتكور وتتفنز السكر كلاصي سبيسيال وتطيب بحال شكل ديال البهله، تطيب من الفوق عاد لتحت. ايه ندوزو عند الاخت نزهه، عطات داك المقبل ديال الباذنجان. ايه تناخذوا المقله تنديروا فيها بصله مقطعه مربعات صغار ومعلقه كبيره ديال الزبده، تبقى تصحر مزيان حتى تدبل لينا هذيك البصله. من بعد تنضيفوا واحد القبطه ديال المعدنوس مقطعه رقيقه ونص كاس ديال الماء، تيبقى هذاك النص كاس غير باش يطيب لينا داك المعدنوس. من يطيب ويتبدل داك اللون ديالو حنا تنحركو دائما، من يتبدل اللون ديالو وينشف تماما تنضيفوا قريصه ديال الملح والبزار والضريس ديال الثومه والكمون والسكينجبير والتحميره وشويه ديال الزعفران الملون وشويه ديال الزيتون مقطع. زيتون خضر مقطع صغار. وجوج معالق كبار تناخذوا بهذاك الزيتون الخضر تقريبا جوج معالق كبار ومعلقه صغيره ديال الحامض مصير وشويه ديال الهريسه، الهريسه اختياريه، ونص معلقه ديال المطيشه ديال الحك وشويه ديال الزيت بالعود. تقريبا معلقه كبيره. صافي تتشحر كلشي مزيان بحال شكل ديال البقوله. من تيشرب داكشي مزيان تناخذوا ربعه ديال تخليهم جانبا وتناخذوا ربعه ديال الدنجالات تنحيدوا لهم داك الطريبيش وتنقطعوهم شرائح على الطول ديالهم رقاق. وتناخذوا داك الشرموله تناخذوا منها معلقه كبيره وتندهنوا بها داك الشريحه ديال الدنجال وتنحطوا داك الفرماج مربع ديال الفرماج ديال الساندويش. وتنلويو وتناخذوا داك العود ديال السنان. تناخذوا مربع ديال الكاشير تنخشيو في داك العويد تنضيفوا ليه مربع ديال الفرماج وزيتونه، ولا تناخذوا عاوتاني داك العود ديال الاسنان تنديروا فيه داك مطيشه صغيره وزيتونه خضراء. وتنقبطوا بها بحال هي اللي غتشد لينا داك ملي غنلويو داك الدنجاله، هي اللي غتشد لينا داك الدنجاله من هاد الديكور ومن هاد تشد لينا داك هذا، وتتقدم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة وبداية أسبوع موفقة أختي سناء. بارك الله فيك ليك ولكل الأسرة ديالك. شكرا لك بزاف ليلى أم ياسين على المجهود اللي كتقوم به كل يوم اثنين. نتمنى لكل المستمعات اللي كان عندهم شي طلبات يكونوا سجلوا معنا إن شاء الله، وأكيد على أنه المزيد من الاقتراحات دائما في برنامجكم ليلى مولاتي على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. إذا المستمعين غادي نديروا فاصل ومن بعد مباشرة غادي نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفية ونتعرفوا على حدكتكم من مختلف مدننا وأقاليمنا المغربية. فمرحبا باتصالاتكم ومشاركة كاتكم الى عندكم شي وات نصائح وصفات تجميليه او لاي طلبات ومشاركات اتصلوا بنا اللحظه على 0522 46 52 51 52 او 0522 43 00 09. بيشوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه. ايه زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا. يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا. في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. ايه سينا ما درتي فينا انا وقلبي حبسنا عليك
ما لقينا يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا سامحني